بتنظيم من وزارة الإعلام، نجح مهرجان القرية التراثية عبر فعالياته وبرامجه المتنوعة التي جاءت ضمن موسم أعياد البحرين، نجح في تسليط الضوء على الفنون الشعبية والموروث البحريني الأصيل. نعم، أكثر من 100,000 زائر من داخل مملكة البحرين وخارجها شهدوا فعاليات مهرجان القرية المتنوعة، وأشادوا بحسن التنظيم وتنوع الفقرات والنجاح في سرد تاريخ وأصالة مملكة البحرين. على مدى 16 يوما وبتنظيم من قبل وزارة الإعلام، احتضنت القرية التراثية التي أطلت في نسختها الثانية ضمن موسم أعياد البحرين الصغار قبل الكبار، وأخذتهم إلى ذلك الزمان العريق، زمن الآباء والأجداد. وذكر النبي محمد، يلا صلوا عليه. أكثر من 100,000 زائر من داخل مملكة البحرين وخارجها تجولوا بكل حنين وشغف بين أروقة القرية التي استطاعت أن تصنع أمام نصب عيونهم تفاصيل تاريخ البحرين وماضيها الجميل الذي لم يغب يوما عن ذاكرة الأيام. في هذا المكان الجامع تعرف الصغار على الهوية البحرينية الأصيلة، وفي هذا المكان الجامع استرجع الآباء والأجداد ذكرياتهم التي عادت بهم إلى أيام الصبا من خلال مشاهد القرية التي احتوت على كل ما يتعلق ببدايات الماضي الجميل. وايد حلوة، فيها معالم يعني وايد. بعد مدرسة الهدايا دشيت وشفت يعني الكتب والطالبات ودرجاتهم، يعني وايد حلو المكان. والله أجواءنا قبل صج يعني كانت وين أجواءنا، المسايد هذه اللي نروح فيها، وإحنا أهال نلعب في الصبان، اللون تلقى الصبان هذا فيه يعني قاعدين بالأهال، تلقى هذه بعد كنا مسايدنا كلها صبان، بعد ما تقول هذه نصلي على الصبان كنا، وهاي يعني هاي شوف، والبيوت بعد نروح لها احنا يعني البيوت كان طين عندنا يعني. القرية التراثية سطرت قصة نجاح ثانية في كيفية توثيق وترسيخ الموروث الشعبي والتراث البحريني الأصيل المتجذر في أبناء المملكة، عبر ضمها للعديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تماشت مع الأذواق والأعمار كافة، وسط إشادة كبيرة من قبل الجميع بحسن التنظيم وتنوع الفقرات والنجاح في سرد تاريخ وأصالة مملكة البحرين.